نحيي نفسي اني كنت شجاع وريحت عام وربع شهر وتقريبا عام وخمسة شهور ما شفت بنتي. نعم صحيح. قعدت انا قعدت انا وحدي في الجزائر العاصمه وممكن ما كانش والله نقولها له وافتخر بكم اجي خويا عامر بهلول والله كنا نضيع صح اني وحدي. نعم. انا في الجزائر العاصمه وتعلمت شويه اللغه تاعكم يا خويا. المهم راهي لهنا وسيله من بعد تتكلموا لي ديرونا شويه لامبيونس. نعم. فبما يخص إما كان شويه محصور انه نعم. خالد يكون يدخل في علاقه حب مع ملاك ويبحث على امه الفنانه الكبيره القديره مليكه بالباين حيوة على نعم. وهي على المجهودات وعلى البيوتيفول كومبينيشن اللي كانت بيني وبينها